يشدوا انه بعكار تم العثور على الطفل ميمخا وهو عمره 10 سنين، جثة مكبوبة ببرميل للمي من بعد 24 ساعة على اختفائه من أمام بيته. تاني خبر هو عن تأكيد موظفي أوجيرو بأنه هن قادرين يمدوا الفايبر أوبتكس لوحدهم، وعم يسألوا الوزارة ليش رخصت لويفز وجي دي أس لحتى يعملوا هيدي المهمة. وتالت خبر هو عن الخطاب التلفزيوني المباشر اللي رح يعمله رئيس الجمهورية، واللي رح يتم عرضه عبر المحطات اللبنانية ابتداء من الساعة 8:30 الليل. أوجيرو باستطاعتها وحيدة أن تقوم بتنفيذ هذه الأشغال، بنقل لبنان من عصر لعصر. ليه هيدا المشروع بده يروح من إيدنا لإيد غيرنا؟ ليه؟ بس حدا يقلنا شو الحكمة من هالموضوع؟